مرحبا أصدقائي الرائعين، سنطير اليوم ونزور ولاية تلمسان وأقصى الغرب الجزائري ودائرة مغنية تحديدا، والتي تتربع على مساحة 250 كيلومترا مربعا وتبعد عن العاصمة ب 559 كيلومترا وعن تلمسان ب 52 كيلومترا. تحد دائرة مغنية كل من دوائر باب العسا ونادرومة وفلاوسن وحنايا وصبرة وبني بوسعيد والمملكة المغربية. تعود تسمية مدينة مغنية إلى امرأة شديدة الورع والتي كانت تحج باستمرار سنويا، وفي أحد المرات توقفت القافلة في منطقة مغنية فأعجبت بها الحاجة مغنية إعجابا شديدا، وعندما عادت من الحج قررت البقاء في هذا المكان والإقامة فيه، وفعلا بقيت فيه حتى ماتت وتركت سلالة بعدها بنوا قرية سميت على اسمها، وما زالت سلالة الحاجة مغنية موجودة في المدينة. ما هي المدينة التي تودون زيارتها أيها الرائعون؟ شاركونا في تعليق.